قناة الزل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إذا عندي الإسلام كان اسم تيسو تغنطا جا كميسا كم مقالة درباك ستبرتم كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربين عمري دير طوحا كنوفا وقال
وقال الحسن والد جلد الذهب معه. قال المثل الذي يقرأ القرآن وقال المهدي إن قدرت انتصر سورة ذا الشمس قويت قال الحسن ذا الشمس قويت سورة أي سورة ذا الشمس قويت قال لما ورد ما قدر وقيد التعليد إن قدرت معنى مو انتصرت كورا وقال الحسن سجلت ذهب معه يقوت ارتب انتصر وقال الحسن وصل الوصل سجلتي كم ذهب معها إذا سبيها سجلتي معنى سيدا ذهب معها بشان سيدا أبو بيسا دبنا يكتودا فلا يبقى كثرات قدران تقل يمكن أن يبنى وقال مجاهد المسجور المملو منار إلى والبهر المسجور يكتم معنى بهر أبو تماتي يكتودا وقال غير سجلت أفضل وقال غير معنى سمسائل نجي سجلتي أهدية يا ربابها أهدى بابها أهدى بابها أهدية بعضها إلى بعض وليس إلى قريدتها أخطه وصارت بحرا واحدا نار تفغطات الفتول اتباطه والقنس تخنس يا ربابها والقنس قنس تخنس تخنس يتريس مغرطني تنسنتو في مجراها محل دي ديمسة سيخي زدتي ترجيع تديب تترى تقلو وقلل بتوتي وتنقصو وتكنس تستدير تخلق التور الدين سنعيق سنعيق تابو الدين يكون تادون اتباعته فما تكنس الدباب نار عقب بوفتن لقد تبتي بالدباديك تنفس يستفع النهار تنفس المعنى اكتفع النهار وتيحدو يبو الفول ميكتورا والذنين المتهم الذنين المتهم بسبيل تماطه والذنين يظن به والذنين يظن به سبقيبة شهيدا وقال عمر النفوس زوجت وقال عمر مرجع تفسير كربي وإذا النفوس زوجتي غيثت من يزوج نزيره يزوج وبوتك عندك من مثل إنسان من أهل الجنة والنار والنار أهل الجنة تعطي من هذا الباب ثم قرأ رضي الله عنه أشر الذين ظلموا أشر الذين ظلموا ويتوني قرأ عصى أدبرا وأزواجهم يكتولا حصصا ما أدبرا معنى أدبراتي سورة إذا السماء انفطرت تفسير سورة إذا السماء انفطرت إذا أرسل بيت التهاجر وقال الربيع بن خسيم عصى الليل إذا أقبله أقبل الليل ذاته وقال وقال فقال الربيع بن خسيم فجرت فعلت سورة إذا السماء انفطرت تفسير سورة إذا السماء انفطرت تفسير سورة إذا السماء انفطرت انفطارها انفطار سبيل احتكاكها فكوسي ذاتي وقال الربيع بن خسيم فجرت فعلت ويذكر عن ابن عباس بوشرت بوصلت يجمع معنى يفرق ما فيه عن النسي خيث التعموات الرخ وخاف ما تيجيب جولا وقرى العامش وعاصم فعل لك يا ريدا وقال عاصم وقال وقرى العامش وعمشي في عاصم نكران وقضى همزة ومزابي كسائي لنمو نكران فعدلك التقديم عدلك أخرني كران تقريبت كراني سانا موغرت عدلك الجنه وقفتين كراني وقرام بالرجال بالتجديد الرجال ذكي أبواني كران موغرت من عامل جي وعراد معتدي عدلك في أي صورة جاني تجديد كران وأراد معتدل الخلق وأراد بلده وقام وارتفع ذلك أفنت معتدل الخلق وما صادد لجيه سفت الأطراف نساء ولم يجعل هدايته تكون الكلمان إنسانا سنقان الرجل ومرمين مكتين إستان لبقود ومرمين جفتين والكتين خطاته ومن خفف يعني بأي سورة ومن قرب من يخفف يكره يعني بأي سورة شاء في أي سورة نسم في أي سورة جيت طبيبا من يكره شاء
شاهي ما حسن وإما كبير شاهي كبير ما حسن تكبر يداخته وإما قديم جتور كده وطويل وإما قصير في أي صورة شاهان صورة ويل للمطففين قال القراء تفسير ويل للمطففين صورة ويل للمطففين أبصروا كيف تتغادى وقال مجاهد بلغانا سبت الخطايا يا رينا سبت الخطايا رانا يجون سبت الجريدات صوبا جوزيا صوبا ما نمو جوزيا جزاء الفم يجودي الرهيق والخمر وقال غيره المطفق يجود مورد لا يوفي خنقون يجود غيري ساتي الرهيق والخمر تجان ختامه مسك يجون تينه مسك يجود التسنيم يعلو شراب علي الجنة يا ليل موقد تنيتي والضحى تهجم شراب الجنة رب الدين وقال غير المطهر لا يوفي غيره مدراتي فموقد تنيتي لنبر لكم نهجم يوم يقوم الناس لرب العالمين وفي قال حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا معن حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين لا يلد احدهم يوم يقوم الناس لرب العالمين رب العالمين ياتي بجاه حتى يغيب احدهم برشيد انصار عمتكم صاني دم وبلتني تلقى تلتقي رشي وقاصا بيتك الى انصار في اذني لبلسي ورغاني اتجاه ربي لسماع شقا ياري تفسير صورة لسماع شقا قال مجاهد كتابه بشماله ياخذ كتابه من وراء ذلك كتاب صوره من فرتك الميسر بشماله كتاب ساتين الميسر من وراء ذلك بدوغان وسقى الجماعة من دابة الجنة وقال مجاهد أدينته سمعت وسقى الجماعة من دابة الجنة عن القطاع وتجدون من سيرة والقتل ما فيها من الموت مبوك ننتي وتقلت عن ميتان الراب لا تاتيك وسقى من جماعة من دابة دابة فولك فاتر ذن علي حور لا يرجع إلينا حقا سيقول في ذن علي حور ما نام ذن علي حور يجودا لا يرجع إلينا نسن الإنسان سنغرق يقن ديبي يتو يقن سكران باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا باب في تفسير قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا يجود سوف يتتارى وذي قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا يا نسمان الناس وجن قال سميت النبي مليكة سميت عائشة قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا سليمان بن ابي حدثنا عمرو بن زيد عن ايوب عن النبي مليكة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال لنا مسدد نعيا يا نبي ونسعد النبي سعيدة عن النبي مليكة عن مقاس عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك فقلنا نحن وبالتالي حسابا قرما تنقلهم إلا هلك هلك محمد قال قلت يا رسول الله جعلني الله فداك قلت لي جئت عائشة يا رسول ربي جعلني الله فداك ربي فداك نعبد عليه سيقول الله عز وجل ربي قد امتعني أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسير يا ربي لقنوتي إلا محل هلك يتأكل من ديني قال ذاتي قال نبي جزاك على أرض هلك يجود أنه حسابا يسير ربي جزوني على أرض وعمل الربي دود آجيه يعلنون دليل كنا دليل دليل كنا دليل دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو بشر الحساب ومن هو بشر الحساب على كان لم يكن بغير من القرناء تقريزت لك هلاك من جسن من كان قرناء قشاراتي باب لتركبن فبغن عن طلب
وفي قال حدثنا سعد بن مري اخبرنا شيخ اخبرنا ابو بشر بن جعفر بن اياس بن مجاهد قال قال ابن عباس لتركتهن طبقا عن طبق. قال الى ابن عباس المغل تنيتين لتركتهن طبقا عن طبق من جدو بصروا خيزتي حالا بعد حال عليك حالاتي قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم قال هذا تفسير من نبي خيزتي تبيدي حالا بعد حال بصروا خنا سورة الفروج لتركبن تركبن ربنا موغا تنيتن ونوانيك عن جلغان وما تفعني جلغان إنسانا لتركبن طبقا من طبق هارا بعد هارا قال هذا نبيكم نبي خيسر فنجيئت فيما يكون ذلك الضر والغلبة ولا مشرك وطالت يقو غلبان الجمتل تركبن أيها المتبكات المشركون حالا بعد هارين جان حتى يغطينا ذلك بجميل العاقبة حلص من دمور قد ممت جميل عاقبة الآسين فلا يحزن فلا يحزن فتقديهم لتركبنا بي لتركبنا لغد العتين لتركبنا وبوجة خطاب نبيل أبي لتركبنا وبوجة جمع الآبي لتركبنا وبوجة جمع الآبي لتركبنا وبوجة جمع الآبي ثم غلام انتهي ثم شعب انتهي ثم كهل انتهي ثم شيخ انتهوا لك سورة البروج. قناة ظل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إجازة عن دين الإسلام كان اسم تيسو سجن تازجا كميسا كم مقالة درباك سبرتان كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربين أمري ليرتوها كنوفا.